مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم حلقة جديدة من برنامجنا ستات دوت كوم. طبعا البدايات كلها حلوة، فترة الخطوبة وفترة ما قبل الجواز كل واحد بيحاول يبين الصورة الحلوة للتاني، لكن بعد الجواز بتبين الحقيقة. حضرتك نفسك تتجوز وانت كمان نفسك تتجوزي وتعملي بيت وأسرة وتشعري بالدفى، ده كله حقنا الطبيعي، يعني احنا ربنا خلقنا كده. بعد الجواز بقى بنلاقي الست تقول ده انا جوزي بقاله سنين ما قاليش كلمة حلوة، والراجل كذلك يقعد مع اصحابه يا عم ده من ساعة ما شرف اول بيبي وهي مش فاضيالي خالص، مفيش في لسانها غير المصاريف ومصاريف البيت. فاصبحت الاغلبية العظمى عايشة علشان الاولاد، اغلب المتزوجين دلوقتي عايشين علشان الاولاد. ليه انعدم الاستقرار الاسري ما بيننا؟ ليه ما بقاش في امان اسري؟ ما بقاش في ود؟ انا مش بجيب سيره الماده خالص، زمان الاسر كانت بسيطه وكانت عايشه باقل الامكانيات وكانت عايشه في استقرار اسري وامان، وكانت الضحكه ما بتفرقش بيوتنا. ليه انعدم الاستقرار الاسري ده؟ ده اللي احنا هنعرفه مع ضيفي اللي منورنا النهارده في الاستوديو، الاستاذ الدكتور محمد كمال علام، رئيس المركز المصري للسلام العالمي. اهلا بيك منورنا يا دكتور. اهلا بيك. دكتور محمد، ليه انعدم الاستقرار الاسري والسلام الاسري بين الاسر المصريه؟ الاسباب طبعا عايز اقول لك الاسباب كتيره قوي، بس خلينا احنا نلخصها. ضغوط الحياة الحالية والظروف اللي هي الدوامة اللي واخدة الناس كلها مع بعضيها، وظروف العمل والظروف المادية والظروف البيئية نفسها، كل الحاجات دي بتأثر، بس هي في الشكل العام. لكن لو نيجي في الشكل الخاص او الداخلي نلاقي يعني الامور دي كلها ممكن يبقى ليها حلول، وحلول جميله وبسيطه. احنا فقدنا فعلا عنصر الهدوء، الحياه مخليانا دلوقتي عصبيين مشدودين، ما بنلحقش يعني نفوق من حاجه نخش في حاجه، نفوق من حاجه ونخش في حاجه. والاسره بطبيعتها بتتعرض لكل انواع الضغوط اللي ممكنه، خاصة لو في اولاد، خاصة لو في مدارس، خاصة لو في مرض، خاصة لو في قلة الدخل المادي بيأثر. الست غصب عنها، وانا بقول غصب عنها لان الضغوط اللي عليها مش قليلة، والرجل كذلك برضو يا دكتور. لسه انا هقول دور الراجل لسه. يعني برضو احنا برضو مش عايزين برضو نيجي على الرجل، لا 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 احنا لا لا محايدين. يعني مثلا الرجل ممكن يكون مثلا سي يعني مثلا يكون دخله 50 جنيه، عليه التزامات 100 جنيه، فده برضو ضغط، هو تمام. مضغوط تمام. وهي مضغوطة. لا انا هقول لك على يعني ناحية يعني واحدة. الاول خلينا في الست، أنا طبعا مش أهمل الراجل، أنا راجل برضه. بس أنا عادل شوية. حضرتك من أول الداعمين للمرأة يعني يا طبعًا دكتور محمد. طبعا، لأن الحياة من غير مرأة ما تنفعش، مش حياة. أنا بعتبر الحياة من غير مرأة زيرو نهائي، يعني عدم بمعنى أصح. الست هي اللي بتدي طعم للحياة، بتدي روح ليها، بتدي سند، بتدي دافع، بتدي قوة للراجل. دي الست، ما بتبقاش مجرد ان هي ست كاسم بس، لا. والراجل لازم يعرف كده كويس جدا حتى لو مش واخد يعني تاني. نقدر نقول ان الاثنين مكملين، لازم يعني الاثنين مكملين، ما هو دوره تكتملش مهم كده طبعا وهي دورها مهم برضه طبعا. بس انا بتكلم ان هي من ايه الاسباب اللي هي في الاسره، الضغط اللي موجود. ان الست، خلينا الاول في ست البيت، بلاش المراه العامله، ست البيت. الروتين اليومي بتاعها من اول ما تقوم الصبح، اذا كان في ولاد بتحضر لهم اكل او فطار او حاجات من دي، او بتودي مدارس، بعد كده البيت اذا كان في نظافه البيت، الغسيل، الترتيب، الحاجات دي كلها. طبعا اللي انا بقوله ده مش يوم وهينتهي، ده يوميا يوميا
انها تجهز اكل بس، ده برضو يعني عملية يوميا مش سهلة على الست. احيانا بتبقى محتاجة يعني بتسأل الراجل طب عايز تاكل ايه النهاردة، هي احتارت مش عارفة، لان يوميا نفس الشيء ونفس البتاع. الراجل يمكن ابسط حاجة بيقولها اللي انت تعمليه، هي عايزة رد، هي عايزة حاجة تساعدها تفهم. المهم الحاجات دي كلها بتضغط الست، مخليها احيانا بيبقى غصب عنها بتهمل في نفسها، لان مش ما عندهاش وقت انها تقعد تهتم بنفسها عشان جوزها اللي جاي من بره، جاي عنده عناء العمل، عنده مشاكل في الشغل. بلاش مشاكل الشغل، مشاكل الطريق والمواصلات دلوقتي دي بقت برضه عملية صعبة جدا، ان انا اروح من مكان لمكان، والاعباء اللي بيقابلها في السكة من الناس ومن الحاجات دي كلها ومن المواصلات والزحمة والضغط، وخاصة في ايام الحر. الراجل بيرجع بيته طبعا في مي يعني اللي بكفيه بمعنى اصح، فنفسه برضه ايه يعني يسمع كلمة حلوة. هي يمكن مضغوطة ومشحونة وعلى آخرها. هنا بقى النقطة بين الاتنين، الراجل جاي مضغوط ومشحون، هي في البيت مضغوطة ومشحونة. لو حصل أي تاتش مش طبيعي الدنيا بتقوم، هو مش مستحمل، هي مش هي مستحملة. مش مستحملة ضغوطات الحياة تمام. اه يعني، وهرم الاستقرار الزوجي، الاحترام المتبادل بين الزوجين، ده كل أساسي، الخلافات ده ضروري، تقدر تتحل، ده ضروري ولكن الاحترام بين الطرفين ده مطلوب، هنتكلم فيه باستفاضة دلوقتي، أكيد. وبعدين التسامح، وبعدين التعبير عن المشاعر كل طرف الآخر، بعد ما ناخد دكتور محمد معانا. ألو دكتور محمد. طب الاتصال انقطع. أنا كامرأة، أنا كزوجة، أيوة. وحضرتك مثلا كزوج، إزاي أنا أقدر الزوج والزوجة إزاي يقدروا يحافظوا على الاستقرار الأسري والسلام الأسري، وخصوصا خلاص بقى بينهم أولاد، إزاي نقدر نحافظ على البيوت من الانهيار؟ إن هما يستوعبوا بعض، لازم يبقى فيه هدوء نفسي وعقلي، إن الراجل يعرف إن دي مسؤوليته ومسؤولية بيته وولاده ومراته، وإنه لو محافظش على التوازن ده بينهار. كلكم راع وكلكم مسؤول عن بالظبط. رعيته. الست نفس الشيء، تمسك نفسها شوية، تقدر التعب اللي عند جوزها، الأعباء اللي عنده، تحاول تستوعبه بنفس الطريقة. لو الاتنين استوعبوا بعض هتقل حدة المشاكل. المشاكل مش هتنتهي، المشاكل موجودة، مفيش بيت، مفيش باب شقة إلا وراه مشكلة وتعددت المشاكل وكتير جدا. بس احنا بالاستيعاب، بالكلمة الحلوة، بالاحترام، ممكن كل ده نستوعبه. يعني ايه احترام بين الزوجين؟ اقول لك الاحترام هو ايه، ان انا اقدر الست بتاعتي، ابقى عارف قدرها، اديها وضعها، اهتم بيها. في رجاله ممكن تقول ده ممكن يقلل من شأنه هو، بالعكس يعني لا انا لا ده كده ممكن بقى هتعيش الدور عليا، لا ده كده انا الراجل انا القوامه. نصحح المعلومه دي ازاي؟ شوفي، كوني احترم مراتي يعني معناها احترمت نفسي، احترمت بيتي، احترمت ذاتي، عليت شأن مراتي. استحاله الست لما تلاقي احترام من جوزها واهتمام وتقدير ان هي هتقابله بالعكس. لا، الست مهما يكن الراحة النفسية بتديها هدوء نفسي، لما تلاقي ان انا جوزي بيكلمني باحترام، او مع في وسط اي ناس وقدمني بشكل محترم، لو احترمني بلاش في معاملته، في تقديره ليا، انه لو جه مرة بكل بساطة وجاب لي وردة صغيرة وقال لي دي يعني ايه وحشتيني. يعني إذن الفعل مثلا ان هو بيقوم بواجبات بيته، هل هذا دليل كافي مثلا لحبه واهتمامه، ولا الست بتحب مثلا تسمع الكلمة الحلوة؟ ده اللي احنا هنعرفه بس بعد ما ناخد الأستاذة حميدة معانا. أهلا بيك يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم، أهلا بيك.
ازيك يا استاذه منى؟ اهلا عامله ايه؟ بيك، اهلا بيك يا فندم. الحمد لله، برحب بيك بالدكتور محمد علام. ميرسي ليك يا فندم، اتفضلي. الله يخليك الله يخليك. انا بس كنت ليا استفسار عند الدكتور علام بالنسبه للحياه الحاليه، يعني اتفضلي. لما الست تشعر بعدم الامان تعمل ايه؟ يعني ممكن استحمل كل حاجه، ممكن استحمل اي ظروف لجوزي، استحمل اي حاجه تحصل، لكن عدم الامان ده صعب قوي ان انا استحمله، فايه الحل يعني او ايه النصيحه اللي عليها هو يعني؟ حضرتك اتطرقتي لنقطة مهمة جدا جدا في موضوع حلقتنا يعني النهاردة. بشكرك أستاذة وهي حميدة، عدم الامان. الله بشكرك، ودكتور محمد هيجاوب على حضرتك. قالت نقطة مهمة قوي قوي، طبيعي الإحساس بالأمان. أعتقد يا دكتور كل المشاكل تقدر تتحل، أي خلافات بين الزوجين تقدر تتحل، وخصوصا خلاص إذا كان بينهم عمر وكان بينهم أولاد. لكن عدم الإحساس بالأمان ده ليه علاج؟ اساسا ليه علاج، وعلاجه اساسا ويعني خلينا نقول رئيسي جدا من الراجل. الراجل طبيعة الست بتخاف على ممتلكاتها، والراجل اهم ممتلك للست هو الراجل، بتحس ان هو ده بتاعها، ملكها، مش ملك واحدة تانية، مش ملك ان هو يبص لواحدة تانية. فالست دايما لما يكون الراجل انه في حياته في موجود ستات كتير بظروف عمله بظروف شغله، ممكن تبقى سكرتيرة معاه، ممكن تبقى زميلة، ممكن اي حاجة من دي. لو الست حست ان هي الراجل ده جوزها، ممتلكاتها، في واحدة تانية بتلف عليه بتحوم حواليه، هو بدأ يهتم بيها بشكل اكتر، هنا بتحس بعدم الأمان، بتحس إن بيتها مهزوز. ما الراجل ممكن يبص لواحدة تانية ويروح يتجوزها، يعني ممكن. نقدر نقول عدم الإحساس بالأمان لو مثلا جوزي عينه زيغة بس، مثلا ولا إحساس بالأمان ليه حاجات كتير؟ ما هو ليه حاجات كتير، بس هو العنصر الأساسي فيها إن الست هتحس إن هي مش قاعدة بشكل ثابت في البيت، ان بيتها ده ممكن يتهد في اي لحظه، يتهد في اي لحظه، لان هي يعني مثلا ممكن تصبر وتحاول مثلا اصلاحه وتستمر وتحاول فده تعيش. بيوتر اعصابها بشكل قوي جدا، اكيد وياثر على حياتها وياثر على بيتها، وتبقى دايما مهزوزه. وخصوصا فعلا لو الراجل ده عينه زيها، بتبقى اكتر صعوبه ان هي بتحاول تستوعب، بتحاول يعني تلمه بمعنى اصح. بس احنا مش عايزين نكسر عدم احساس الست بالامان في ان الراجل عينه زيغه بس. عدم احساس الست بالامان، تسمح لي برضو يا دكتور، في العنف، العنف الاسري ده احنا هنتكلم فيه في ما ده حلقات دي تانية. نقطة تانية. الاهانة، عدم الاحترام. يعني ربنا هنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وعاشرهن بالمعروف. ايه هو المعروف؟ ايه هو المعروف الواجب على الطرفين برضو؟ المعروف بالنسبة للراجل للست بتاعته انه يحترمها، ما يقبحهاش، ما يضغطهاش، ما يضربش الوجه، ان هو يديها حقوقها بمعنى اصح، يديها، يكون عنده التزامات بيها، ان هو ينفق عليها بشكل جيد اذا في استطاعته. رغم ان يعني دلوقتي ممكن ان الست والراجل الاثنين بينفقوا في البيت، بيشتركوا سوا لظروف الحياه، السيده العامله طبعا، طبعا لظروف الحياه. فده اللي هو الراجل، ان هو ده المعروف، ان انا ما يهمنيش، ان انا ما احسهاش برضه كل شويه. ما الاهانه بتحسسها بعدم الامان، ان هو يكون مثلا يمد ايده عليها، انه يكون لسانه سليط عليها بشكل قوي. كل ده بيأثر على الست وبيأثر في نفسيتها جدا، بيأثر على حياتها، على البيت، على على اولادها، ان هي تقدر تقوم بواجباتها داخل البيت، وتقدر تخلي بالها منه ومن اولادها ومن عملها، لان بالظبط هي برضو عليها مسؤوليات بالظبط. كبيره. مشاهدينا انتظرونا فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل لاستكمال حلقتنا المهمة جدا عن السلام والاستقرار الأسري في الحياة الزوجية. دكتور محمد، أعتقد أن الحياة بلا احترام مش هننفع نطلع أبناء صالحين في المجتمع. حضرتك قلت دور الرجل اللي هي المعاملة بالمعروف، دور الست برضو،
بس بعد ما ناخد ام ندى من هنا حضرتك هتقول لنا دور الست في الحياه الزوجيه لعدم انهيار البيوت المصريه. اهلا بيكي ام ندى. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. ازيك يا استاذه منى، عامله ايه؟ الحمد لله يا فندم، اهلا بيكي. ممكن اكلم الاستاذ دكتور محمد كمال علم مع حضرتك؟ اتفضلي. اتفضلي. ماشي. هو يا دكتور جوزي عصبي وكده معايا. اتفضلي، معاكي. مع حضرتك عصبي بس كده وخلاص ولا في حاجه تانية؟ لا، اوقات بيمد ايده كده عليا يعني. يعني في النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هي مش عارفه اعمل ايه. متجوزه بقالك كام سنه يا ام ندى؟ بقالي 5 سنين. 5 سنين ونفس المعاملة ما اتغيرتش؟ أم ندى؟ أيوه. نفس المعاملة طول ال5 سنين هي ما اتغيرتش؟ لا، وقت بيبقى كويس وكده، بس أنا بتضايق من الضرب والإهانة وكده معايا. كويس كويس، يعني في أوقات بيبقى كويس. طيب ال 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 الضرب والإهانة دي يعني تكون ناتج إيه أو نتيجة إيه؟ نقاش معين، بتتناقشوا في موضوع معين وبعدين بيتعصب ويتنرفز وبعدين يضرب؟ اوقات في كل واحد كده عصبي كده لوحده. بشكرك ام ندى، ودكتور محمد هيجاوب على حضرتك. دكتور محمد، ايا كان ما ينفعش امد ايدي على واحده ست، ما ينفعش اغلط في واحده ست اهنها. مش مطلوب. انا متعصب، لا، انزل روح اي حته، هترجع هتلاقي الدنيا مختلفه. الاهانه والعنف ده طبع ولا تربيه؟ يعني طبع ولا سلوك؟ هو سلوك وطبع وتربيه. ممكن نفس الراجل ده كان بيشوف في بيته ابوه عصبي دايما، بيشتم دايما، بيضرب دايما، الحاجات دي كلها ممكن هو الحاجات دي اكتسبها من بره، من حياته، بقى سلوكياته كده، بدا يكون يعني ايه في مجتمع او في وسط مجموعه او في وسط ناس، او بداوا ناس اصحاب السوء يعني ينصحوه انك لما تعمل كده الست تبقى تحت ايدك. زي ما زمان بيقولوا ايه، لا اذبح لها القطه. ايوه. في المفهوم ده موجود، لان انا عايز اقول لك لحد النهارده في رجاله وستات بيتجوزوا ما عندهمش ادنى فكره لا عن الجواز ولا عن يعني التعامل ولا اي حاجه من دي. هي بتقول لحضرتك بقالها 5 سنين. تمام. يعني انا من رايي انا ان هو كده بيشحنها لدرجه بعد هي هتستحمل، ممكن تستحمل وممكن تعيش وممكن تعيشي يا ام ندى سنين كتير اكتر من كده، بس ليها بس درجة. هتيجي في وقت هتبقي عامله زي الانبوبه اللي هتنفجر في وشه هو. يعني لازم كل راجل يمنع العنف الاسري داخل بيته لتستمر الحياه. ليه؟ لان احنا عارفين احنا نسب الطلاق زادت عندنا بطريقه رهيبه. المهم هيمنعه ازاي؟ لازم حاجه توقعه، لازم حاجه توقفه، يمنعه من خصوصا ان هو متعود 5 سنين انه يتعامل بالشكل ده، فلازم وقفه معينه، لازم تاخد موقف، لازم يجي من موقف معين. لو هي ضعيفة ان هي تاخد موقف، حد من الناس اللي هم الصالحين اذا كان من اهلها او من اهله يحكمه بينهم بحيث ان هو يكلمه في المواضيع دي، يقول له ان التعامل ما يكونش كده، بلاش الاهانة، بلاش الحاجات دي كلها لو هي مش قادرة. لكن هي لو اخدت موقف مرة او اتنين اكيد هو هيعمل وقفة، هيعمل وقفه اكيد. لكن ممكن هي مثلا تكون على انت عايزه تعيشي بقى وبيت واستقرار واسره، فانت بتعيشي وبتستحملي، بس ده هتيجي في وقت برضو مش يعني هتنفجري، على راي دكتور محمد هتنفجري مش هتقدري تكملي بالضبط. فلازم وقفه لتعديل سلوكه. وليه؟ برضو علشان اولاده، يعني اولاده لو عندك منه اولاد هيطلعوا هيلاقوكي انت بتتهاني، انت بتتضربي، لا ده امنا بتتهان، امنا بتتضرب، هيعاملوا زوجاتهم بنفس الطريقه. يعني بنفس الطريقه. فاحنا ضد العنف، ضد العنف الاسري، ضد الاهانه الزوجيه، ومع الاحترام المتبادل بين الزوجين. دكتور محمد، احنا كده قلنا الاحترام، يعني احنا قلنا من اساس هرم الاستقرار الاسري الاحترام والتسامح
والتعبير عن المشاعر. نيجي بقى للتسامح. ليه كل واحد ما بيقدرش مثلا ظروف الاخر؟ ليه كل واحد ما بيقدرش ظروف الاخر؟ ليه الزوجه ما بتقدرش ان هو كمان مضغوط؟ تقعد مثلا ست البيت العاديه، لا ده انا طلبات طلبات طلبات، ما هو شايل هم، يعني هو شايل هم يكفي البيت ده ازاي؟ يكفي الاسره دي ازاي؟ فانت بلاش يعني ما دام مثلا ما فيش مساعده بلاش ايه نحمله عبء برضو اكتر من كده. هنا بقى نرجع لدور الست اللي احنا ما قلناهوش. نرجع لدور الست اللي احنا ما قلناهوش. عشان نرد على طب على دور الست بس هناخد ام يوسف وهنرجع. اهلا بيكي ام يوسف. اهلا بيكي. الو؟ الو حضرتك. مشاكل الزواج انا عانيت بيها، ان هي المشكله ان هي الزوجه مش بترد على الزوج نهائي ومش بتقول له. استاذنك يا ام يوسف وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. حاضر. ايوه حضرتك. اهلا بيكي يعني اتفضلي. اهم حاجه انها الوحده عشان اصلا عشان تعيش سعيده لازم تقول لجوزها كل حاجه بتحصل من اهله بالذات. حلوه برضو ان هي عدم الاحساس بالخوف ان هي تحكي له كل حاجه وهي مش خايفه، اللي هو الاحساس بالامان برضو يا دكتور محمد. في حاجه تانية يا ام يوسف؟ طول ما الزوجه هي بتقول بتخبي بتؤدي للخراب اكتر من تعمل الاسره بتاعتي. بشكرك، وصلت رسالتك. بشكرك يا فندم وبشكرك على اتصالك. الصراحه. اتفضل. الصراحه ان هي بتقول له كل حاجه بتحصل، وخصوصا ايه بتقول له كل حاجه بتحصل من اهله كمان معاها. دي يعني سلاح بحدين. هو في جات لنا بالنسبه للي هي بتقول له كل حاجه عن اهلها دي، جات لنا دلوقتي شكوى برضو من متصله اسمها، لو عرفتوا يا جماعه اسمها قولوا لي. بتقول انا كنت بشكي لزوجي من اهلي من والدتي، فلما جه يأذي أذى والدتي، أنا ما استحملتش ده. طبعًا. أعتقد يا دكتور ده أنا مش عارفة أسميه إيه، لأن هي دي والدتها كده كده هترجع لها. كده كده هترجع لها، فهي مثلًا اشتكت لك من والدتها، والدتها طبعها سيء معاها، لكن مش هتبيع والدتها. لا طبعًا. مش هتبيع والدتها، لما تيجي تأذي والدتها، لا هي ممكن تستغنى عنك أنت. بس في حاجة هنا. يعني أنت مثلًا لو اشتكت لك قول لها معلش. لا والدتك لا كده، ده اللي احنا نعرفه. في حاجه عايز اقولها. في راجل يستوعب حاجه زي كده اللي هو يكون مصلح، يعني بيدي النصيحه المخلصه لمراته، يعني فعلا لان هو عارف دور الام، عارف دور الاب، عارف دور الحاجات المحترمه دي بيكون ايه في الحياه. ففعلا لما تشكي له زي ما انت بتقولي هينصحها، لا دي والدتك دي تستحمليها، دي الام دي اللي هتفتح لك ابواب الجنه، هي كذا 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 كذا. لكن في اب تاني او في راجل تاني بيستغل الحاجات دي عشان يبقى ضدها، بحيث لما تكلم على كده بيقول لك مش انت اللي بتشكي منهم؟ مش انت اللي بيعملوا فيك كذا وكذا وكذا؟ الوقت جاي تزعلي لما انا اقول حاجه عليهم؟ فهنا بتبقى ايه؟ سلاح بعكسين. فهنا حسب الراجل نفسه. الراجل نفسه. الست اللي عايز اقوله برضو نصيحه، ما تحكيش كل حاجة. ده الكلام ده للزوجة، ما تحكيش كل حاجة كل برضو. حاجة في أمور معينة خاصة جدا اللي هي العائلية قوي، اللي هي مع أهلك، مع أمك، مع أبوك، مع أخواتك. هي يعني هي ممكن في مثلا ستات تقول يعني أنا لو ما اشتكيتلوش مثلا أنا هشكي لمين؟ لا فممكن ما خد بالك لو شافته إنه هو ممكن يعني إيه هينصحها وهياخد الأمور بشكل سلس احكي له. هتاخد منه النصيحة. أنا بشكرك. إحنا للأسف وقتنا خلص بسرعة، إحنا لسه عندنا كلام كتير قوي في الموضوع ده. عايزين ساعات. بس إحنا عايزين ساعات فعلا، بس هيكون لينا اللقاء تاني. وأتمنى من كل زوجين يقعدوا يتكلموا مع بعض، يسامحوا بعض. في حاجة اسمها ثقافة الاعتذار بين الزوجين، في حاجة اسمها أعبر عن مشاعري، كل طرف يعبر عن مشاعره للتاني، سواء حزين سواء فرحان أي حاجة. فاحنا بندعو لكل الاسر المصريه بالسلام الاسري والاستقرار. واشكركم مشاهدينا على متابعتنا، وانتظرونا في حلقات جديده وستات.com.